يا جماعه بتعملوا ايه في الانتخابات؟ ايه انا بكلمكم محدش سامعني؟ ثواني ثواني بقول رايي على الفيسبوك. هو ده جوزي ما بيقولش رايه غير على الفيسبوك، في الاخر مش بيجيب غير 3 لايك وانتي واحده منهم. مش احسن من اللي بيكتب بوستات في شينك ويضحك بيها على الناس؟ بس عاجبه الناس. نرجع لموضوعنا، رايحين انتخابات؟ انا عن نفسي رايحه. انا رايي خلاص قلته في البوست بتاعي. رايك ايه يا ابني؟ ده عالم افتراضي كده برضو رايك موصل. وانا يعني لازم اقول رايي في الصندوق؟ كتير بنفتكر لما نقول راينا في قعده صوتنا كده خلاص وصل وعدى، لكن الحقيقه رايك مش هيعدي اصحابك وصوتك مش هيوصل للعالم كله الا بالصندوق. الهيئه الوطنيه للانتخابات، دورنا نحمي حقك ودورك تمارسه. شارك، صوتك هيوصل.